السلام عليكم اخواني اخواتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وباش تمنيتوا ان شاء الله بالصحة والسلامة يا ربي، والله يدخل عليكم هذا رمضان بالصحة والسلامة، واللي كيتفرج هذا الفيديو الله يسهل عليه من المنبر والله يفتح له بيبان الخير، والله يعني الله يشطب له الطريق من هذا الحرام. المهم كما كتشوفوا الاخوان، هذا ثالث يوم ديالي داخل في 4 ايام وانا بلا ضو، واليوم قطعوا حتى الماء، يعني الماء بيدو ما كاينش الماء، يعني اللي ما متيقش شي واحد يقول لك مشي تخدم مشي تردم، حنا كنخدموا اخي، جبرنا الخدمه وقلنا لا، يا اللي كتقول لي مشي تخدم ولا خلص السيد راح كيقول لك خرج لي من الدار، كيجي الضو غالي قال لك. هذه ردة الفعل ديالو، غندخلكم هنايا حاشاكم حاشا السامعين حاشا وجوهكم اخوان. هذا هو الطواليط كما كتشوفوا الاخوان ديالي، غادي يفتح الروبين اللي هو هذا كما كتشوفوا، هذا هو الروبيني كنجيو نفتحوها الاخوان هكا، يعني ما كاين لا ما لا والو هنايا، كان عندي واحد السبردينه خاصني نصبنا ها هي. المهم كان عندي شي حوايج، هانتوما الاخوان، وكيقول لك خرج لي من الدار ديالي فوقاش ما بغا هو، يعني فوقاش ما بغا السيد هذا خرجوا له حنا من الدار ديالو. المهم ما علينا، هذاك الناس اللي كيقولوا بان مشي تخدم على راسك الفاعل التارك، اخاي باش نقول لك واحد الحاجه، حنا في المغرب تجبرتي واجده وربي يسلط عليك هاد المعاناه اللي كنعانينا، ربي يسلطها عليك وتعرف بقيمه هادشي هذا، تقول نيشك عنده الحق ديك خانه، اما ملي كتدخل للدار ديماك ولا الدار ختك ولا الدار بابك كتدخل كتجبرها واجده وكتمشي تاكل وتنعس وتفرج مع راسك وتبدل الاذاعه واجي افلان تاكل، انا ما عشتي ديك اللي عشتي انت شريف ديالي، فهمتيني ديك اجي فلان تاكل وجدت العشاء اولا فين نسينا فلان اجي تغدى، ما كاين ما عنديش انا في القاموس ديالي، تفهمنا باش تقول لي مشي خدم، سحب لك حنا المغرب كلشي، المغرب مزيان، المغرب مزيان، المغرب بالخدمه ديالو مزيان، امشي دبر على راسك اصاحبي، سير دبر على راسك اصاحبي، سير ما تدخلش القناه ديالي هي 7000، مشي تخدم على راسك، واحد سبني واحد ما تدخلش اللي كتسب واللي ما تدخلش لعندي، اعطيني التيسع واعطيني التيسع اصاحبي واعطيني التيسع. المهم تحياتي للناس للرجال، تحياتي للرجال اللي كيحقوني واللي عارفين بالمغاربه واللي عارفين بالمعاناه ديال المغاربه وعارفين الحاله اللي كاينه واللي كيثيقوا فيا، كنشكركم بزاف. اما هاد الناس اللي كيقولوا واسيت خدم كيهضر معاك بحال اللي تقول كلشي كاين كلشي موجود، الحمد لله المغرب مزيان، المغرب اصاحبي يخليوك بالجوع هنايا، اقسم بالله العلي العظيم تبقى بالجوع. انا كنقول لكم بانني هذا كاري هذا الخرا هذا حشاكم، وراه قطعت الماء قطعت الماء اليوم، دابا يلا مشي تقول على هاد الناس هادو ماشي يهود كفار صهاينه، يلا دابا تينا حط راسك بلاصه اي واحد، السيد باقي انت فوقاش ما بغيتي انت خصك تفرض عليه باش يخرج لك في النهار اللي كريلي ريكريتيلو، ايوا نهار اللي كريتيلو، وهاد السيد هذا ما وجدولوش الفلوس وخصو يفتش على الدرد الكرا، ها كيعرفوش هادشي هذا. اما هذوك الناس اللي كيعايروني وشي يقول لي مشي تخدم على كارك الفاعل التارك، واخا يعطيني التيسع مشي دبر على راسك اصاحبي، وما تبانيش وما تعطيني التيسع وما تبانيش، يعني انا راه مغول غير مع راسي، تجي انت ملي ديسلايك وسير تتش شنو كتخور اصاحبي، تخرجي تفرج فيا 7000 تخرجي تفرج فيا، ما بقاش انا نحمق راسي على الباشا. تحياتي للناس اللي كتكتب كومونتير مزيون اي واحد، المهم كنشوفكم كاملين وتحياتي لكم كاملين الاخوان، انتم هما العائله ديالي الثانيه اللي كنبارطاجي معكم هادشي اللي كيوقع لي. اما انا كاع ما نحطش هاد اليوتيوب راه ما كنتخلص منه ما والو، يعني اليوتيوب راه ما كنتخلص منه ما والو، غير كنحط وصافي، يعني ماشي مثلا يقول لك واحد واطاطاط، راه انا غير مجرد كنبارطاجي مع كاين شي ناس الله يعمر راس العاقل، كنبارطاجي مع العائله ديالي، كنبارطاجي مع هاد التخربيق هذا هادشي اللي كاين. المهم هذا اليوم الرابع في الدار هذه، باقي ما دبرتش الكراشي دار شي دار اخرى، ايوا كما كتشوفوا هاد الصهاينه وهاد الكفار وهاد اعداء الله هاد المنافقين، ما كيوقروا لا عواشر ما كيوقروا والو، قطع عليك حتى الماء زعما فهمتي، راه خرج ايوا هادشي اللي كاين.
هادشي اللي كاين اخوان. دابا اذا مشيتي تاب زيارتي ولا هادي خصك تخرج على برا يعني واعرين واش غاتعملوا. هذا واحد الدنيا هذا ما هما الكفار والصهاينه. وعنده واحد بنتو بايره يعني ما مزوجها شي وكبيره في السن وقيلا ما تزوجت شي حتى واحد ما قبل عليها لحقاش هي ماشي تليه داكشي علاش وقيلا هي اللي قطعت سلمى. ما انا الحمد لله المهم الحمد لله اخوان تحياتي لكم وما تنساوش ديروا لايك. ولو كنتي اول مره كتشاهد الفيديو هذا دير معك شي اشتراك اذا بغيتي تشترك معاني. اذا عجبك داكشي وعجبك الفيديو دير شي اشتراك واخا ما فيه ما يتعجب دير شي اشتراك ودير شي لايك ودير شي كومونتير كما كان النوع ديالو. المهم كومونتير كيتسمى كومونتير اللي درتي باش يتشاف الفيديو. تحياتي لكم الاخوان كاملين ونتمنى تدوزوا رمضان بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو ان شاء الله. المهم خليكم معايا عند برشيده جديده وغندير لكم شي فيديو واحد اخر.